احسن حياه المذيعين. لحظه مزينه بالدرامات قعثثوا كاميرا محمد تفضل معنا برنامج مش نعرف كيف بنقدمه. طبيعي بنقدمه مثل اي برنامج. لا مش مثل اي برنامج. ليش؟ لانه لو مثل اي برنامج بيقدمه اي واحد. هذا برنامج فرصه المليون، في بو جوائز، في بو اكشن. يعني ليش جابون احنا؟ لعشان الاكشن. يا سلام عليك حسام، في بو مميزات كثير. من اهم المميزات هذه يا شباب بحكي لكم يا حسام. طيب ليش تحمست؟ ليش تقاطعنا؟ خلينا نكمل كلامي. ما هذا مش بسيط، برنامج يا حبيبي. من اهم المميزات في برنامج فرصة المليون انه كل متصل معانا رابح. يا سلام، ما يعني اي واحد بيتصل يا شباب ما بيخرجش فاضي. يعني اي واحد يقول الو بس معانا ان شاء الله ما بيخرجش فاضي بيصطرف. يعني لا تصطرفوا كلكم. بس خلينا نكمل. طيب تفضل. خلاص، يعني مميزات البرنامج انه الجوائز تصاعدية. يعني بتبدأ من اول مبلغ 50,000، بعد ال 50,000 150,000، بعد ال 150,000 300,000، بعد مليون ريال، بعد المليون ريال. فاهم البرنامج؟ فاهم. يعني نقدر نبدا. حلو، لحظه، كيف بنبدا وانا متفق اننا اقدم انا وانت وانور المشولي؟ انور المشولي تاخر حق الفيزا، يعني لازم نقدم انا وانت. لا ما ينفعش. يعني بتعتذر؟ كيف يعني؟ لا يا انت وانور يا بتعتذر. أي. حلو، مشاهدينا الكرام، الامو يعتذر جنب انور، فبقدم البرنامج لحالي. يا سلام عليك يا انور، انا قلت ما بقدمش البرنامج الا بوجودك. فاهم يا حياتي يا اموي، والله العظيم انك كب. كيف يا حسام تقدم وانا ما هلناي؟ يا اخي انت متاخر، لا جهزت شنطه، لا سافرت، لا فيزا، لا كيف نعملها؟ ولو طلع على طول لك الشنطه ذي، والله انا متوجه المطار، باعوا لي بس انا جايب مو باك. والله انه جاهز. خلاص يا انور، ما فيش برنامج الا بوجودك. انت تعرف البرنامج حقنا ايش تفاصيله؟ أكيد. وليش عاد جيتوا؟ تفاصيله كل نهاية آخر الشهر يحصل الفائز مني. لا مش كذا، كل يوم معانا المتسابق 1,000,000، لمتسابق بس واحد. أحا. وفوق هذا كله بقية المتصلين كلهم رابحين بجوائز تزيد عن 2,000,000 ريال، وغير هذا كله معانا رابحين من السوشيال ميديا برضو جنبهم. فهمت يا أنور؟ البطار دعولي تقدموا لبي. مشاهدينا الكرام، ننتظر أنوار إلى حين وصوله أو بدون وصوله. إحنا بنبدأ كده كده معاكم بالبرنامج. خليكم رابحين معنا ببرنامج فرصة المليون، وشاركوا معنا. للاشتراك يرجى الاتصال على الأرقام التالية وقت بث البرنامج الساعة 9:30 مساء، أو التعليق على برومو البرنامج وحلقات البرنامج وكتابة الاسم ورقم الهاتف وهاشتاج مش أي برنامج.